هم أهل القرآن وخاصته، هم أهل الله تعالى وخاصته. فالله سبحانه وتعالى يعتبر أهل القرآن هم أهله، هم أهل الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون على الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهل القرآن الكريم وتتعلم كتابه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. مجرد اجتماعنا على قراءة القرآن الكريم، مجرد اجتماعنا على تدارس آيات الله سبحانه وتعالى وأحكامه، الله سبحانه وتعالى ينزل علينا السكينة، ينزل علينا الملائكة ويذكرنا فيمن عنده. وما أكرم وما أعظم من أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى. يجيء صاحب القرآن الكريم يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيقال: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله تعالى والديه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس. وهذه لفتة طيبة لمن عنده أولاد، أن يحرص على تعليم أولاده القرآن الكريم، فهو أول من يستفيد من هذا وستعود عليه بالخير. يلبسه الله تعالى تاجا يوم القيامة ضوءه خير من ضوء الشمس. من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله والديه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيرنا من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إذن ما هي كلمة السر والخلاصة من هذا الكلام؟ آيات وأحاديث تحثنا على قراءة القرآن، تحثنا على دراسة القرآن وفهمه والتقرب منه وحبه حتى نتقرب من الله سبحانه وتعالى بذلك. كلمة السر هي اقرأ، هي التي ابتدأ فيها ديننا، وهي التي سيختتم بها، وهي أيضا ما بينهما، هي أول أمر إلهي أنزل علينا، هي دعوة للقراءة والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، هي جوهر الحكاية بأكملها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لم يأذن الله بشيء ما أذن للنبي أن يقرأ، أن يتغنى بالقرآن. إذن قراءة القرآن ليس فقط قراءته، فهم أحكام تجويده حتى تتعلمه وتقرأه كأنه يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتغني به وإحسان قراءته إلى أعلى مستوى. وكيف نتعلم هذا؟ لابد لنا أن نجد الأشياخ والمشايخ الذين تلقوا قراءة القرآن الكريم عن مشايخهم وعن أساتذتهم، هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السند المتصل. وفي هذا البلد الحمد لله هناك عدد من الحفاظ الذين لديهم الإجازة، كمثل أخينا الحافظ نور، المتسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى سيدنا جبريل، ومنه إلى رب العزة تبارك وتعالى. فعندما تتعلم وتقرأ الإجازة على المجازين وتجاز بها، تتعلم أن تقرأ هذا القرآن كأنه يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفس الصورة، بنفس الدقة، بنفس الأحكام، بنفس إنها محفوظة حفظا شديدا، لا مجال فيها للخطأ والالتباس. فهي من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في كل مسجد نحث الناس على أن يجتمعوا على تلاوة القرآن الكريم، يجتمعوا مرة في الأسبوع، يقرؤون كل واحد صفحة مثلا، أو بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العشاء، بحيث أن الإنسان الذي قراءته يعني بدها شوية تقوية
ممكن انه بتقوى وتحسن قراءته ان شاء الله، والاولاد يرون ابائهم ويرون اهلهم واخوتهم يجلسون ويتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى، فيحثهم هذا على التلاوه اكثر، ويحثهم هذا على تعلم القران الكريم. ايضا التجويد، دروس التجويد حتى نحسن السنتنا اللغه العربيه وتحسن تلاوه القران، وخصوصا مع ان معظم الاولاد في هذا المكان يتعلمون اللغه الانجليزيه، وهذا يؤثر على اللسان ويؤثر على النطق، فدروس التجويد وتذكرتهم باللغه العربيه واحكامها يصحح السنتهم ويقومها. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما انا نائم رايت عمود الكتاب احتمل من تحت راسي فاتبعته بصري فاذا هو قد عهد به الى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن في الشام. فكثير من الحفاظ وكثير من القراء موجودون في الشام وفي باقي البلدان، ولكن كما تعلمون الشام الآن في فتنة كبيرة وخطب عظيم، وكثير من الناس يموتون من الجوع. فهناك فندريزر إن شاء الله بعد حوالي أسبوع on the 6th of December. فأي إنسان عنده القدرة يشارك يكون الله يجزيكم الخير. والرسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين اليمانيين، أهل اليمن وأهل الشام، فنحو إخوة إن شاء الله. ومن بعده إن شاء الله، بعد أن نحثكم على تلاوة القرآن الكريم وأن تجعل قسطا له في كل يوم، وأن تحاول أن لا تأمر أولادك بهذا بأمر الفضل، ولكن حببهم به بحيث أن يروك كما قالت سيدتنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلقت بالقرآن وقارب خلق القرآن الكريم، فإن أولادك سيحبون هذا الكتاب وسيحبون تعلمه وسيحبون اتباعه. وأيضا في عندنا درس لتلاوة القرآن الكريم الأخ نور كل يوم سبت في جامع هايم، أظن 12 PM، يعمل درس بالإجازة وبالتلاوة وبالتجويد. وهناك ايضا دروس للنساء موجوده، اذا احد حب تفاصيل اكثر يعني نخبره ان شاء الله. فجزاكم الله خير الجزاء، واذا اي احد عنده سؤال وعنده ملاحظه ممكن انه يتفضل الان. اذا ما في شيء ممكن ننتقل للاخ نور ان شاء الله ليتلو علينا من سوره الفرقان. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن
الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إن شاء الله سوف نقوم بسجود تلاوة إن شاء الله جميعا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير حافظ نور وبارك الله فيكم جميعا. Inshallah, this is the conclusion, inshallah, of our annual event. It's very simple, inshallah, but we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the reward for us, inshallah, very immense in our hasanat. Ameen. Inshallah, we want to ask, inshallah, have the goodness to come back and conclude the gathering, inshallah, with a dua, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة جمعا توفنا. نلقاك وأنت راض عنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. ولك الشكر على كل حال لك الحمد بجميع المحامد. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل المجد والثناء والكبرياء أحق ما قال العبد وكلنا يا ربي لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ضال لما هديت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واختم بالصالحات الطيبات أعمالنا. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا جلاء ولأسقامنا دواء. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده. اللهم بيض بالقرآن وجوهنا واشرح به صدورنا واجعله قائدنا إلى الجنة. نور به قبورنا يا رب العالمين. اجعله قائدنا إلى الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن أنيسا لنا في قبورنا. اجعل القرآن قائدنا إلى رضوانك. اجعلنا ممن يقال له في الآخرة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار. نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم يا إلهنا يا رب العالمين طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم ونقها من دنس الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا مبتلا الا رحمته، ولا شهيدا في سبيلك الا تقبلته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته وايدته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته وايدته، ولا ظالما عدوا للمسلمين الا قصمته وخذلته، ولا سجينا مظلوما الا فككت اسره، ولا صاحب حاجه الا اعطيته إياها، ولا طالب حاجة إلا قضيتها له يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إننا نستودع عندك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدك ورسولك، فردها إلينا عند حاجتنا إليها، اجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا، اجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا يا رب العالمين، ردها إلينا عند حاجتنا إليها. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري سماء منه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير أعمالنا أواخرها، اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر ذنوبنا وارحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان إلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بخير فوفقه لكل خير وافتح له طرق الخير وخذ بيده إلى الخير، ومن أرادنا وأراد المسلمين بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، خذه أخذ جبار منتصر، يا قوي يا منتقم، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويرد فيه العصاة من أمة نبيك إلى دينهم ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن منا محسن فهبنا جميعا لسعة رحمتك. ربنا لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل منا سؤله فيما يرضيك عنا، اللهم أعط كل منا حاجته يا قوي يا متين، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا إنك على ما تشاء قدير.